السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ميغوسات ارتيشني. ما شاء الله راح نديرو كيف سوفلي على بوال. شفت بزاف لي فيديو اللي حاطين دي كريب ترك. هذا هادوما لي روسيت لامي ديرهم، سي با دي كريب ترك مي سي لي سي اون بات تاع سوفلي عاديه، يعني كيما نديروها هنا في الجزائر. باسكو لي كريب ترك اللي هي غوزلام، اسمها غوزلام، سي دي كريب ا باز دو لا بات يوفكا. يوفكا تشبه لا بات افيلو، مي حنا هاد لاباط تاعنا ماهيش تشبه لاباط فيلو، هادي سي اون بات عادية كيما تاع البيتزا نيمبورت. برك حنديرها لكم سو فورم دو سوفلي في المقلة، حنديرهم اليوم ان شاء الله بلا فيون داشي. فوالا، دونك واش لازمنا في هاد لاغوسات تاعنا؟ هنا عندي 500 غرام فارينة، يعني رطل فارينة، نسحق فخوماج بلون، ولا عندكم ياغورت ناتور معليش. دونك نسحق مغرفة كبيرة تاع خمارة بولونجي، يعني نوفيغ دو بيغ. نسحق مغرفة كبيرة تاع سكر، نسحق مغرفة صغيرة ملح، ونسحق هنايا نص مغرفة تاع قهوة لا لوفيغ شيميك. انا راني نعبر بهادي المغرفة تاع ماكلة، انا راني ندير بهذوما. ام يتباعو هذوما باغتو، يعني تشروهم خير. خاطرش هنا مغرفة تاع قهوة تاع ماكلة دير 15 مليليتر ولا 15 غرام، دونك باش تعرفو شحال ندير مغرفة تاع ماكلة. مغرفة تاع قهوة دير 5 غرام باش تعرفوا، يعني هذوما تاع الميزان خير اللي يعاونوكم في المقادير تاعكم. هنا عندي 3 مغارف تاع ماكله زيت، قلت لكم عبرت بهذه، يعني كل مغرفه دير 15 مليليتر تاع زيت. وهنا عندي كاس، هذا يوزن 250 مليليتر حليب، ها هو دافي. علاش؟ باسكو دوك نديرو الخميره تاعنا في الحليب باش تخمر لنا شويه. دونك الحاجه الاولى حندير الخميره تاعي، بسم الله، هنا ندير لها شويه سكر، غير شويه، شي حاجه من الحليب نمسح ليش هنا هنا نطقلش فوالا. انا هذه نخليها تخمر، نديرو لي زانغريديون تاعنا الاخرين. ندير السكر، ندير الخماره تاع الحلوه هذيك، وهذه سم ملح بيان سور. ندير نخلط كلش، هنا ندير في الوقت هذاك، يعني هذا الياغورت حيساعد يطرينا نجي تاع العجينة طرية، اي اون ميم طون يعاون في الخميرة ثاني. هنا ندير هاديك الزيت، انا هنايا نحكها بيدي، ندير الخمارة تاعي. الخمارة تاعي علاش نديرها في الحليب؟ انا باش نحي لها الريحة تاعها، باسكو كان ديرها ديريكت تطلق، راه عندها ريحة سبيسيال كي تعرفوها تاع الخميرة، مي كي ديروها هكذا خير، يعني الريحة ما تجيش فيهم هذوما لي سوفلي، تجي ريحة عادية. الحليب انا درت كاس تاع 250، نتوما عينكم ميزانكم وشنو يكون دافي، كاين الفارينة اللي تشرب وكاين ما تشربش، دونك ما تجروش. دورك هاي ليك العجينة كيفاش تجيكم، شوفوا تجيكم طرية، يعني طموها مليح. دوك انا هذه نغطيها ونديرها في مضرب دافي خليها تخمر. بالنسبة للحشو تاعنا اللي حنديرو، عندي هنا شوية لحم، عندي بصل، وعندي فلفل حلو اللي هو طرشي، ولي زيبيس حندير غير فلفل الكحل والملح. بصل تاعي فوالا، دونك فوالا نزيد الفلفل. انا هنا ندير شويه في الكحل، يعني من الاحسن لازم تكون هاد لافارس تكون بارده باش ما تقطع لكمش العجينه، باسكو الا قطعت لكم العجينه ما يجيكمش مليح لي السوفلي.
نزيد شويه ملح، نقطع هنا غير شويه طماطيش كما كتشوفوا صغيره، نقطعهم تي دي صغيرين يعني بودوني كولا، وثاني يعني تعطي صوص بنينه جبنينه بلا صوص طماطيش معروفه. يلا نزيد اللحم، دونك هذيك العجينه شوفوا شحال الله يبارك خمرت، دونك هذه هي نجبدوها سوا الخمير هذا، هايليك باسكو تلصق شويه انا هذي نحطها اون دو فوالا يعني فصلتهم دي بول كيما راكم تشوفوا، دوك ندير مقله تسخن نبدا نحلو بسم الله. تنساوش ديروا الفرينة من تحت باسكو يلصقوا كوم لاباط طريه بزاف، حلوهم رقاق بزاف باش يجيكم ما يجيكمش معجنين، تحلوهم خشان لي سوفلي يجيكم معجنين وما يجوش شابين، يعني قد ما تكون العجينه رقيقه قد ما تساعدكم. دونك ناخذ تبسي من الاحسن، ندير الحشو تاعي هكذا، هنا حبيت ندير شويه بيض كما راكم تشوفوا، ما حبيتش ندير حبه كونفي هكذا، ندير شويه بياض وندير شويه فما نغطي هكذا ونغلق. تقدروا لما غلقت لكمش ديروا شويه زبده ولا ديروا شويه بارية بيض وعندكم البيض ديجا، ونغلق هكذا فوالا كي تشوفو. دونك هادي نحيها، عندي هنا ندير شوية برك قلنا الزبدة برك شوية شي حاجة ونحط لك حتى تاعي، وهنا ندير هنا بشوية زبدة بشوية زبدة هذا. ماكسيموم باش تجي هشه ما تجيش عجين، سي امبورطون. انا نقطعها كيما شفتوني هذي لو كنديرو دوزا ساك ونخليهم شكا سينو تنشف، نخليها هنا ندير الحشو ونقلب هاديك كره يطيب حتى تغطي عليهم. هنا نديروا الحشو
قلت لكم يعني هذيك الحبه بيض تقدروا ديريها بليزيو حبات ديروا. ندير فرماج غابي هنا هنا هذا نعم نقلبها نزمطها مليح نزيد نطيبو هذه ونكمل انا وحدي ومن بعد نولي. دونك كيما راكم تشوفوا هايدي كيفاش طيب. ندير الاخرى ندير شويه زبده ندير شويه برك هنا برك حبيت نوريكم برك انا موديل تاع هاد لي سوفلي تحبوا ديروهم بشغل معارك وشنو رقوا رقوا لاباط تاعكم قد ما تقدروا باش تجيكم رقيقه وتجيكم بنينه ما تجيكمش عجين. انا واش ندير ندير نغلق شويه هنا غير شويه كما راكم تشوفوا تولي عجين كي تقلبوها باسكو تتكسل لاباط هكذا سيفتوها غير بالعقل يعني هذه ديفيسيل بصح في الاخر تكون بنينه هي هكذا دير الحشو يعني شغل بحاجب بصح بهاد العجينه ماشي محاجب تاعنا. دونك فوالا راح ندير شويه زبده برك هنا هذي ندهنها شويه شويه ونرفدها بس هانا هانا فوالا لي سوفلي تاعنا هم لي شوفوا كيفاش جاو يعني صدقوني روعه وهادو هما لي درتهم اون كاري كيما راكم تشوفوا هم ليك يعني ما شاء الله شوفوا نحلكم وحده هاي لي كيفاش جاو يعني وطريين هايلين ما شاء الله. واش نقولكم نقولكم نتمنى تسنيو تسيو هاد هاد لي سوفلي يعني يحبوهم من الدراري يعني ما كيتوهو كالكو باغ ولا تقدروا تدوهم. نتمنى ان الوصفه هذه عجبتكم اليوم نقولكم تهلاو في روحكم الى بروشان فيديو بحول الله.